Shine Hall. Hi guys, شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يا رب إن تكونوا بألف خير وأنتوا تشوفوني في فيديو اليوم. فيديو اليوم فيديو اللي يحب قلبكم. بما أن عجبكم الفيديوهات اللي أسوي حق أنبوكسينج تبع شيئاً، فقلت يلا خلني أسوي منها أن أنتوا تستفيدون وتشوفون شنو الأغراض اللي حبيتونها. وطبعاً جميع الروابط بصندوق الوصف، هذا مو إعلام ولا ترويج، مجرد عشان الفائدة عام. تعرفوني في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الانستغرام، لأن أنزل فيه يومياتي، فاللي يحب أنه يشوف يومياتي أول بأول وين أطلع وين أروح فروح على الانستغرام، هذا هو حسابي، وسو سبسكرايب تعرفون باقي الأمور. يلا خلونا نبدأ. درنا صاير هجوم، قدرنا تشوفون المنظر لايك او ماي جاد، مو عشان شيء بس عشان لان ابي اتاكد من قياس الشوز. خلونا نبدا بالشوزات دام ان اوريدي طلعتهم. فخلونا نبدا. طبعا هذا اول شوز طلبته حق الجامعه، شوز عملي صراحه، ما ادري اذا بيعجبكم بس انا عجبني شخصيا، احب اللون الابيض. ممكن في ايام الشتاء يتلعوز، ولكن هذا هو شكل الشوز. حد نار، حد يعني صراحة بالواقع واجد أحلى. إنزين، ولونه صاير بياض، لا جد بياض. أوكي، فهذا هو شكله، وخذيت قياس أكبر من مقاسي بواحد، يعني أنا قياس 39 ولكن خذيت 40. شنو رأيكم أمانة؟ يعني أنا حبيت اللون الأبيض من أول ما دشيت الجامعة، لان اللون الابيض يناسب مع كل العباية، ان شاء الله لو العباية ملونة راح يناسب عليها. اوكي هو شكل الشوز، يعني بعد لون ابيض وفي لون بني. طبعا هذا ما شفت عليه ريفيو واجد، اوكي، بس هذا هو شكله، يعني بعد حلو للناس اللي تحب كذي تلبس. اوكي، انه صاير هني لون بني، واما الباقي كله ابيض، لكن مو ابيض ابيض. خذيت 39 ولكن مع الأسف ما كان قدي، يعني كلش ما كان على قياس رجولي أبدا، يعني أنا أعرف أني ألبس 39 ولكن هذا طلع أن المقاس بالضبط على رجولي، وما حسيته صراحة عملي، يعني من حيث الحجم، ولكن من حيث أنه شكثر هو مريح فهو جد مريح. كل الشوزات من شيء مريحين، وهذا هو شكله، وحده كيوت، بس إن مع الأسف هذا هو خاب ظني فيه صراحة. رأيت هذا، هذه عبارة عن قبعة للحجاب، اللي يحب يلبس قبعة. أوكي، فأني ألبس حجاب كامل، يعني مو إني أطلع شعري، فهذه القبعة اللي شفت عليها مدح مو طبيعي، هذه وأمانة ملمسها قطني وناعمة، طبعا ما فيها ربطة، حطيتها على راسي وجربتها، صدق بنات ما أحس فيها من كثر ما هي خفيفة وما تألم الراس. أوكي جايز، خلونا ننتقل إلى قسم الشنط. أوكي، فطلبت لي شنطة جامعية، بجرب شنط شيء صراحة، لأن أشوف دائما بنات على قدي أشوفهم شنط تقريبا نصهم من شيء، فقلت واو خلوني أجرب. فبيسكلي هذه هي الشنطة اللي طلبتها حق الجامعة، هذه طبعا لونها اسود، دائما بتشوفون شنطي اسود ما اعرف ليش، بس انه يناسب كل شيء الاسود، وهذا هو حجمها. انزين، طبعا هذه لازم هواء حطونا ما ادري ايش السالفه، بس يعني هذا هو حجمها من داخل، وهذا هو شكلها. بنات للامانه اول ما خذيتها قلت واو ان هي كبيره وكذي بتكفي اللابتوب، مع الاسف طلع ان اللابتوب ما يكفي على الشنطه ابدا، يعني الشنط حق اللابتوب عندهم تكفي، بس الشنط عاديه وكذي ما تكفي، ممكن تكفي حق الايباد، يس ممكن تكفي، بس انك لابتوب تحطونه داخل هذه الشنطه ما تكفي. ف يعني ممكن تحطون فيها اوراقكم، ملخصات، دفتر، اي شيء الحياة ممكن تحطونه داخل هذه الشنطة، ولكن مثل ما قلت خاب ظني فيها. بالنسبة إلى الكواليتي وحجمها فكان مناسب جدا، أما بالنسبة إلى اللابتوب ف نو ما عجب، بس هي حلوة يعني. طلبت اللي هو هذه الأقلام، ما جربتها من شيء، تعتبر من قرطاسية أيضا، هذه شكلها، طبعا ألوانها عشوائية يعني ما أختار الألوان، هم يجربوها حقي بهذا الشكل، وفيها 3 إلى 6 ألوان عشوائية. شوفوا جايز،
أغليكم عن هذه الشنطة اللي طلبتها. أوكي طبعاً بالنسبة لحجمها ثقيل حالياً. طبعاً هذه الشنطة اللي اعتبرها صدق جامعية، بس مثل ما قلت لكم نفس السالفة وانصدمت صراحة إن ما تكفي اللابتوب. يعني في الموقع أشوفها إن سايزاتها والحجم مالها يبين أكبر في الصورة، ولكن في الواقع يصدمكم الحجم. Like oh my god، يعني أنا كنت واجد متفائلة حق هاي الشنطة وإن بتكفي اللابتوب وكذي، فمع الأسف حسيت روحي مبذرة شوي من ناحية الشنط لأن ما أحب تبذير، بس إنه محاولة ما نفعت ولا نجحت. فممكن إني أحط فيها مثل ما قلت لكم دفتر، آيباد، أي شيء بالحياة. أوكي من ناحية القرطاسية خلونا نفتح هذه المقلمة. طبعا هذا الشكل المقلمه تجنن، والخامه روعه. اوكي لازم تحطون اشياء هكذي. حجم المقلمه ترى كبيره، اوكي يعني حجمها مقبول وكبير، يعني ما بتقدرون تحطون فيها مثلا مسطره، بس ان حجمها تكفي الوان واقلام وهايلايت اند سو اون. اوكي بقى اخر الاشياء تقريبا ونخلص الفيديو. اوكي طلبت هذه الاقلام، الاقلام الاساسيه طبعا ما تعتبر حظر جوف، you can't say that. هذا هم شكلهم، طبعا ألوانهم عشوائية، فيهم أربعة ألوان أساسية مثل اللون الأحمر، الأسود، الأخضر والأزرق. شوفوا هذه الألوان اللي جتني. بالنسبة إلى أشياء قبل الأخير، أوكي طلبت ستيكي نوتس. صراحة انصدمت إن حسيتها هي كيوت اوكي مبدئيا، لكن حسيتها انه مو كفاية، ما ادري ليش، يمكن انا من النوع اللي دايما اكتب فيهم، ولكن ما حسيت انه ان الستيكي نوت بتكفي وبتوفي، يعني احساسي كذي ولكن ما ندري، بس انه كالوانهم صدق حليوة. طبعا فيها خمسة الوان، لون وردي واخضر وبنفسجي واصفر وازرق مثل ما تشوفون، وهذا هم شكلهم. وطلبت هذا اللي هو عبارة عن قلم تقدرون تكتبونه على الآيباد أو تلفونكم أو أي جهاز يعني تستخدمونه، فهو قلم مفيد يعني يفي بالغرض، وطبعا لم تتصفحون كذي يعني انزين، بينما هني تقدرون تكتبون فيه، تقدرون تستخدمونه كذا استخدام يعني. فحدي حبيت انه فعلا يشتغل، و جربت من قبل صراحة أني أشتري كذي أقلام ما نفعت أبدا، ولكن هذا القلم أحسه يعني واجد عملي للناس اللي تحب دايما تكتب. أنتوا بالجامعة دايما تحبون تكتبون مثلا بالآيباد أو بالتلفون أو أي نوتة سريعة، فيفي بالغلط. Guys قبل لا أقفل الفيديو اكتبوا لي شنو أكثر شنطة حبيتوها صراحة من ناحية الشكل، والحين بس بدخل هذه الأقلام وياكم ويا يلا خلونا بس ندخل الأغراض يا بعض. صراحة ما جربتهم قبلين، بس أحسهم شجعون الواحد يكتب. هذول الألوان راح ندخلهم هنا. أوكي راح أدخلهم زين بعد. أدخل هذا حق الآيباد والستيكي نوتس، هذا أدخله هني وبس. إيش رأيكم؟ كفت ولا مو كفت؟ كفت. وبس حبايبي هذه كل الأشياء البسيطة واللطيفة اللي تعتبر لطيفة من ناحية القرطاسية، كلها من شيء. أتمنى يعجبكم الفيديو وتشتركون بالقناة. أدري إن ما كانت أغراض واجد لأن صراحة يعني خذيتهم حق الجامعة. أشوفكم بالفيديو الجاي، باي.